أجله وانهمرت عينه بالدموع حين وصل إليه لما سمع صرخته وسط المعركة ينادي: عماه عليك مني السلام. يقول حميد بن مسلم: نظرت إلى الحسين يهرول في المعركة واضعا كلتا يديه على راسيه، وصل إلى ذلك الشباب وجده مفلوق الهامة نصين. يا ويلي يا ويلي، هذا يا وهو يفحص التراب بيديه ويرفس الأرض برجليه، مخضب من دم راسه. أيوه ويلاه، انكب عليه الحسين مناديا: بني قاسم، عز والله على عمك أن تدعوه فلا يجيبك، أو يجيبك فلا تنفعك إجابته. ثم وضع الحسين خده على خد الشباب، ألصق صدره على صدر الولد، واحتمله جاء به إلى خيمة القتلى، ومدد إلى جنب جسد علي الأكبر، وجلس الحسين بينهما ينعي عليهما. جاء ومدده ما بين اخوته، جابه ومدده ما بين اخوته، وقعد عندهم يا ويلي وهمته، وبس ما سمع للنسوان صوته اجت اما تصيح الله واكبر. عينها الله عاد الام اذا شافت ولدها ممدد امام عينيها، انكبت عليه نشرت شعرها، اخذت تخضب ناصيتها من دم راسه منادية: وولدا تقل لي يا جاسم ذوب قلبي ونينا، يا قلبي تفطر لا تصد لي بعينا، عريس يا ابني وللمقابر زافيناك، صار بفرد ساعة أسفافك والمنيع، لكن من شفت عمك لبسك تفصيل الأجفاء، قلت الولد ما يعود من حومة الميداء. قومي يا سكنة ودعي شمعة الشبان، شقي على العرس جابك يا زكي، نادى بضعيف الصوت: حل الدرع عني وتالي كثر يا والدة توديع مني، سكتي ترى نزف الدمع فتني وبهضلي، ومن العطش تدرون ما ظل جلد لي. فاز الذي يحسن دونك شربه والكاس، مثل البطل الأكبر مثل الليث عباس.
الحسين وهذا الشباب اللي انكسر عرسه بالعراء يا ليت كلنا من ضحايا الغادر شباب ما رأى عرسا ولكن تخضب كفه بدم الوريد يا الله.